اهلا بكم، مرحبا بكم، معكم ياسين ورجعنا لكم فيديو جديد وحلقه جديده. واليوم مش نلعبوا ماينكرافت جوال سيرفايفل 1.18. ما نطولش عليكم، خليكم في الفيديو. اول شيء بديت نكسر في اللوح كما اي بدايه ماينكرافتيه، وبعد حللت الحطب وصنعت كرافتينج تيبل وشويه ستيكس، وايضا زاد صنعت بيكاكس لوح وكسرت الكرافتينج تيبل. وبعدها لوشت على كاف ولقيت واحد وكسرت 17 حجرة. حطيت الكرافتينج تيبل وصنعت سيف وصنعت اكس وصنعت بيكاكس وصنعت شيفل وصنعت فور. كسرت الكرافتينج وانطلقت اللوجة على شوية ماكلة وصوف. قتلت خنزير وخروف وخروف آخر وخروف آخر مجري. وبما أنه لون كعبة صوفهم متاع الخروف الجري مختلفة عن الصوف الآخر، فاستحقيت ثلاثة وردات باش النجم يعني نسبخهم الكل في لون واحد باش نجم نعمل بيت. كان لاحظتوا شباب، أنا قتلت ثلاثة كعبات ورد ما جاوني كان زوز. شو هذيك واحدة، هذيك اثنين، هذيك ثلاثة. الوردة ثالثة فيني وين امام دروس. صباخت الصوف، ضربت لاما وقطعت. كما تشوفوا لقيت الحم في حم في ثنية، كسرته الكل. كسرت ثلاثة اخرين وبعدها حطيت الفرنس. حطيت الحامل على لوش يطيب واستنيته حتى لين يطيب، وبعد قعدت ندور شوي. بك رجعت له لقيت اللحم كعبتين طابو، كليت كعبة كنت باش نقتل خنزير اخر. وبعد ذكرت اللي لحم خنزير حرام، ف هزيت لحم الخنزير اللي قاعد يطيب في الفرنس، ومن بعدها مشيت طيشته. كسرت الفور ومن بعد صنعت فرش. لقيت كهف تخلت له، ومن بعد صنعت تورشيت خاطر ظلام الكهف ما نجمش نشوف يعني كان بالتورشيت. حطيت كعبة التورش وقدمت قدمت قدمت، في الاخر طلع كهف فارغ. اما لحسن الحظ لقيت كهف اخر كان يبان عليه يعني معبي، دغلت شويه فيه يا اخي لقيت شويه ايرون، كسرته الكل وكانوا سته كعبات. كعبات الطرش بتاعي وفاولي. يا اخي حطيت الفرش ورقدت. استيقظت. وخرجت من الكهف وتقدمت لعلنا نلقى حاجة باهية.
وبعد شوية مشي لقيت صحراء. وشوية آخر لقيت ريفين. كلمات معناها ريفين يعني كهف كبير كما الشكل هذا، وتلقى فيه موارد ما شاء الله اللطأ. خطرت بحياتي وقررت اني نجز. كان الريفي معد ببارش ايرون وانا لودت الكل كما تعرفوا. لميت كمية محترمة من الايرون وحطيتها كلها في الفور تسخن. اوكي شباب، هنا نكون وصلنا نهاية الحلقة. انت تنساش تحطوا لايك وسبسكرايب وتدعمونا يعني، وتعملوا بارتاج كان تحبوا، واذا كنتوا تحبوا بار دو اكتبوا لي في الكومنتات ان هاكل هاك باش نعمل بار دو. ونخليكم to